الفكره دلوقتي ان انت بقى بقيت الشخص اللي فوق ده، فانت بقيت حاطط نفسك في الضغط والتوتر. معاك سكور. What up bro? Go green. نجار. Go green. ده امير فندي معانا جدا. بص الموضوع جامد لان الثلاث جنرالات مختلفه وانت بتجمعهم كلهم في دوله واحده، وده يعتبر اول مره يحصل في تاريخ مصر. فده بالنسبه لي طبعا حاجه جامده جدا، وانا فخور ان انا طالع اعمل كده. يعني يعتبر انا اول رابر مصري، احنا والتيم بتاعي اول ناس يطلعوا في حفله مع روك وميتال. فطبعا الموضوع بالنسبه لي ام براود ان الموضوع حصل، بس خير يعني الموضوع بقى يبقى كلها شويه، اللي هو دول الناس بيسمعوا حاجه معينه وانت تسمع حاجه معينه وكل واحد ليه راي. ف مش عارف، هنشوف. مش فارقه خالص، خلي بالك حياتي لونها سادة، شغل حياتي يم دالة، مش باقي على حاجة. مش فارقه خالص، خلي بالك حياتي لونها سادة، شغل حياتي يم دالة، مش باقي على حاجة. مكيش تقديري كم مرة وقاتي فيها عشان بطل بطلع فوق، مكيش تفليكسة تعمل فيها الجامل عشان غالبا هاتش برو. كلكوا البويز بجيبوا في النقطة، فبالنسبة لي انتوا مش دول. فاكيك يا زول اللي ما تحبش اللي فوق، كلهم كارهيني يا زميلي، عمرك شفتيني في وانا شاكيك؟ كتابي محمله وزني صفر، بس برضه في يومي انا بسيف، عيوني تبقى خاصة، انتوا انتوا مليانة كوميدي وحيف. حكيت يا شيخ، عاتبكوا واقفة شاي تشيل، شبابتي جعانة عصيتوا على البيت زي القرموطة، انا قاطع الجيش جايب لك الكفر بنهلس الموضوع فعلا. فاهم انت اول مره تطلع مع باند ميتال وروك في نفس الوقت، فالموضوع كرييتيف جدا. فاهم كثيريس 1984 اجمد الباندات اللي في مصر عامه، روك وميتال. كاسل اوف روك. بحاول دايما ان انا يعني اتكلم عن مشاكل الجيل بتاعتي، احكي عن معظم الناس بتمر بيه في سني، واحكي برضو عن مشاكل انا الشخصيه اللي عدت بيها في اعدادي ثانوي الحتت دي كلها. بس بحاول اقولها دايما بشكل فانكي، اللي هو المشكله هي مشكله بس انت تقدر تحلها عادي جدا، وبشكل فانكي واللي هو كانك بتجري على تريد ميل كده، فاهم؟ اللي هو انت كول اباوت ات يعني، فاهم؟ بس انتي خبوا على مين يا ريت؟ ولاد اسكندريه لما نيجي نعمل مزيكا نحسها، مش مجرد بنعمل مزيكا عشان الشو خلاص. عيد يا ريت، وانتوا كباركم على سيف، محتوى في الرديء منه، مستوى على الخفيف منهم، تصوروا على نار هاديه. ايوه حرص بس اللي عدلكم، الله كم بتعدلكم، لا لا هسيبهم حبه تعدلكم. ليتس جيت ستيمي المونتن هاوس، فانت تزود بيس جين نفوق حبه كله، زود هيت برمي بس النار وبستنى السيده المدمن في المزيكا. انتوا فيلم خد حبه حبه، انتوا تحكوا في غيب، انا في سكه ثالثه انتوا في سكه غيب، خد ابارلي وعوق خد خط السير، احنا في مان يونايتد فرق السير السير، كله في ديفايدد احنا في ديفايد، فيزا سوما تظبط ماني هايز بورتيكانا ميجو. الموضوع ان انا بعمل حوار المزيكا التكنو مع الالكترونيك ميوزك والكلام ده كله، طبعا هنا في مصر عندك ثقافه ان هو بيربط اي حاجه بتكنو باللات، فانت اكيد شاب خبوطي بقى بتضرب مخدرات، فاهم؟ بس الموضوع مش كده يا جدعان، فاهم؟ الموضوع التكنو ملوش علاقه بالمخدرات، هو مجرد تفكير بشري ربط ده بده، لكن هو الموضوع مش كده خالص. بالعكس اصلا في ناس عملت الموضوع ده من 2011 كمان و2010 وما كانش مربوطين بالمخدرات. عندك بلاك ايد بيز، عندك دافت بانك، الناس دي يعني حتى لو بياخدوا يعني في وقتهم فده مش قصتنا، بس الموضوع مش مربوط بالمخدرات. قدوتي في المزيكا شاب صغير في السن، تريك سنتاسيون، اظن معظم الناس لقيت عليه يعني. مر بطفوله صعبه جدا وطلع كل اللي في نفسه في مزيكا، واصلا يعني انسباير ناس ان هي تبقى اقوى في حياتها وبتاع، فده من قدوتي في المزيكا. قدوتي في الحياه عامه محمد علي كلوي، من ناحيه ان هو كان في الوقت ده يعني الناس السمر او السود في امريكا كانوا بيتعرضوا لتنمر كبير جدا، مع ذلك هو عمل تاريخ كبير جدا ويعني فكهم الكل اللي حواليه من الاخر، فاهم؟ الموضوع موتر جدا
دايما كنت انت بتبقى يعني واقف في الاودينس وبصص على الناس اللي فوق اللي هو جامد وبتاع فاهم. فالفكره دلوقتي ان انت بقى بقيت الشخص اللي فوق ده, فانت بقيت حاطط نفسك في الضغط والتوتر مش عارف يعني سبع الله. عدت عليا رحت القاهره وانعزلت لمده شهر ما بعملش اي حاجه غير مزيكا. فانا كنت بنام واصحى من كتر ما انا كنت شغال. انا كنت بدوخ, كنت شغال على ان فري. دلوقتي يعني الوضع اختلف طبعا, بس فكره ان انا كنت عندي حر الاستمراريه ده مع الوجع مع الضغط ومع ان هو طبعا انت مفيش حاجه في حياتك غير المزيكا, فانت لازم تنجح فيها مهما كان ايه الوضع فاهم. ان دلوقتي انت ما عندكش حاجه غير دي وهي عملك الوحيده زميلي. فانا كنت بحط على نفسي الضغط ده, حسيت ان انا كنت بتعب فاهم. بس كل ده دلوقتي جاب فايده, لدرجه ان انا اتحطيت في حوارات كتير برده بعديها, بس هي بتطلع منها بسبب ان انا عارف ان انا بعمله وعرفت ان انا فاهم سيستم كل خطا انا عملته قبل كده لصالحي. حس ان هو انا ما عملتش اخطاء او الاخطاء اللي انا عملتها تكون شبه مقصودة ان هي توصل لي الحاجة اللي انا عايز, عشان مفيش حد بيرد. عايز اقول لك قبل ما اقول اي حاجة, في تراك كتبناه انا والشاب ده وسكور فنص ساعة ممكن. نص ساعة حاجة في السكة دي مجرد تورد افكار يعني بجد. عايز اقول لك انا اشتغلت مع ناس كتير, لما اشتغلت مع الاثنين دول بالذات لقيت الموضوع اسرع كتير جدا. يمكن عشان الافشنسي بتاعتهم في الشغل, يمكن عشان في كيمياء في كتير, في سنين في سنين يعني في وقت. يعني انت بتروح تشتغل مع فلان يقول لك مطالب منك ان انت شهر تنزل فيديوز على تيك توك فاهم. ده صديق ليا يعني وانا بعزه جدا, مدير اعمال السابق يعني. فده يخليك ان انت كل يوم بتكتب فيرس كل يوم بتكتب فيرس كل يوم, اكيد في يوم بتحس ان الفيرس بتاعك وحش اكيد ده لازم يعني في كل ثانيه بحس ان لا البور ده لازم امسحه يعني مش هقول. الشك ده موجود بس هو عامه في مره بتبقى الحوار ابسط, بتبقى انت عايز فعلا تحكي عن نفسك مش بس عايز تبين حاجه فاهم. يعني مش بس عايز تعمل حاجه كوميرشال ولا عايز تعمل حاجه تبيع ولا عايز تطلع على ستيج. المفروض يكون كل في دماغك انت بتحكي عن نفسك بالمزيكا ديت, بتحكي عن غيرك برضو يعني لازم اوصل مشاعر غيري عن طريق سماعه ليا. بيبقى فيه حب شويه كده, احساس بالغير فاهم. صحب الخير بتقول انت حركي طول انت حركي قولوا لي اكيد موضوع مثلا انا بكتب التراك بفكر دايما انا عايز اقول ايه. وزي ما قلت لك انا بعمل حوار مزيكا الكترونيك, فانا بحب دايما اقوله بطريقه روشه, مش لاجل ان انا روش, لاجل ان الموضوع تحسه بسيط. يعني مثلا تراك جولدن بوي كان بيحكي بشكل ما رد فعلي للناس اللي كانوا معايا في الثانوي, اللي هو ناس دايما كانت بتقول لي انت مستحيل توصل لحاجه. كانت جمله بتتقال كتير, انت فاكر نفسك مثلا هتبقى امينيم مثلا او حاجه زي كده, وانا مش امينيم عامه. انا ديمي. الكلام ماشي
ورا وبستنى الصيغة وبكل نسيجة أصل حاجة مريت بيها إن أنا جات عليا فترة ثانوي بالذات يعني ناس كانت شايفاني بوجي مان فاهم أنت الفكرة كان خالي ضيق أحبش كلام كتير الناس ما كانتش فاهماني يمكن لحد دلوقتي بنسبة كبيرة بس يعني الموضوع كان أكتر في الثانوي فكنت حاسس ان انا إليان شويه فاهم ان محدش فاهمني فاهم انت محدش يعني دخل جوه دماغي فاهم انا بفكر ازاي فاهم انا بودي ازاي هل انا فعلا وحش ولا هل انا فعلا كويس فاهم انت وبرده حته المزيكا اللي هو دي الحاجه الوحيده اللي تعرف تعملها يعني انا بجنب المزيكا الحاجه الوحيده اللي ممكن اعرف اعملها ان انا اشتغل كول سنتر فانت معاك لغه بتشغلك ومعاك حاجه واحده بس انت بتحبها في حياتك وهي المزيكا اللي هو الحاجه الوحيده اللي كانت صاحبتك او صاحبك في فترة الثانوي اللي فعلا حاسس بيك واللي فعلا بيتكلم معاك هي دي الحاجة اللي بقيت انت بتعرف تعملها انت بقيت اتحولت من الشخص اللي بيسمع عشان يكمل يومه للشخص اللي بيحكي عشان يكمل يوم الناس الثانية واتمنى اكون بكمل يوم الناس الثانية واتمنى اكون الحاجات اللي انا بعملها اصلا بتأثر بس حتى لو ما بتأثرش انا بعملها لنفسي يعني هل لو ما بتأثرش لحد تاني فهي بتأثر لنفسي هي يعتبر اصعب حاجة ان انت تحس ان انت مش مفهوم بتحس ان انت زومبي في وسط بشر فاهم بس على حسب بقى انت بتبص عليها ازاي فاهم وصلك ليه بقى وصلني ان انا بقيت اناني شويه بقيت بشوف كل حاجه عايزها لنفسي لان بقيت مقتنع خلاص ان محدش فاهم محدش هيفهم بس الا سكورين مانس الا سكورين مانس ونجار عشان كده انا حتى لما جالي فرصه كاسل اوف روك واللي يعتبر هيستوري اصلا بيتعمل في مصر اول مره في تاريخ مصر روك ميتال راب في نفس الحفله انا قلت لا انا مش هاخد القرار ده لوحدي انا مش هطلع الطلعه دي لوحدي لاجل ان الطلعه دي ما ينفعش تكون لوحدي الطلعه دي مش طلعه ديمي الطلعه دي طلعه راب الموضوع موتر جدا دايما كنت انت بتبقى يعني واقف في الاودينس وباصص على الناس اللي فوق اللي هو جامد وبتاع فاهم فالفكره دلوقتي ان انت بقى بقيت الشخص اللي فوق ده فانت بقيت حاطط نفسك في الضغط والتوتر